السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب يوم الخميس كالعاده عارفين يوم العزومه ويوم لمه العيله، وبنحاول نعمل اكلات تكون يعني مختلفه عن كل اسبوع، والهدف منها نتلم ونقعد وناكل ونبقى مبسوطين والدنيا تمام. النهارده يومنا هيكون مختلف شويه، في ثلاث اطباق احسن من بعض، والاهم من ثلاث اطباق احسن من بعض طبعا طريقه العمايل او سهوله الموضوع بمعنى الكلمه. هعمل ثلاث اطباق، حتى مش هطلع فاصل دلوقتي، هشتغل على طول مع حضراتكم عشان عندي ثلاث اطباق مهمين جدا واكلم عليهم واحده واحده، وهتشوفوا كمان الفائده الغذائيه على الشاشه مع حضراتكم طول الحلقه ان شاء الله. وهبدا عندي رقم واحد فخد الديك رومي، هنعملها مع حضراتكم بشكل بسيط جدا وسهل جدا، هنشوف بيتعمل ازاي، ويطلع كمان معاها رز بالبصل المحمر، هنشوف واحده واحده مع حضراتكم. الطبق الثاني عندي طاجن سمان، هنعمله مع حضراتكم برضو بشكل بسيط جدا، وعندي كمان طاجن ريش هنعمله مع حضراتكم بشكل بسيط. الموضوع اهم حاجه نعمل حاجه ليها نفس شويه. تعال نعمل اول حاجه بسم الله، هو ده اللي هيخلينا النهارده نقعد مع حضراتكم اول فاصل ما نطلعش، ودي يمكن حاجه فيها عند شويه، لكن خلينا نعمل حاجه اللي اهم عندي من المخرج، يعني مش عايز اطلعها فاصل زي كل يوم عشان بس دي هتاخد وقت ويبقى الموضوع يعني واضح وياخد تسويته، لان هعمل واحده بس، فان شاء الله باذن الله يعني يساعد الوقت ونخلصها على اخر الحلقه تكون مستويه وتمام التمام. طبعا انتوا عارفين طبعا اكيد احنا ان شاء الله يعني خلاص داخلين على كريسماس وعلى النير، وكل سنه وحضراتكم طيبين، فاكيد فكره الديك الرومي او التركي هي اكتر انتشار في كل برامج الطبخ وفي كل حته في مصر، الديك الرومي، لان هو ده موسمه وبيتعمل بطرق كتير جدا، ولكن انا هعمل واحده واحده. انا هتكلم من البدايه النهارده اول حلقه مع حضراتكم، لو انا عندي فخد ديك رومي او هقدر اشتري ست ديك رومي فقط او نص ديك رومي هعمله بالطريقه دي، او لو عايز اجيب ديك رومي برضه هنشوف مع حضراتكم في حلقات تانية الموضوع. انا هبدا النهارده هعمل طريقه مختلفه شويه عن كل سنه او عن كل مره من طريقه الديك الرومي للكريسماس او النير. الفكره ان انا بعمله كل سنه رسته وبيخش الفرن وبيطلع وتم التمام. في عندي طرق كتير قوي ان شاء الله السنه دي، عندي اكتر من 3 4 طرق هنعملهم مع حضراتكم واحده واحده. اول طريقه منهم هعمل الديك الرومي التتبيله حلوه جدا، شبيهه هي طبعا الرستو وشبيهه كمان للتندوري وطريقه المندي، يعني فيها كذا طريقه، وكل طريقه من دول بتعتمد اعتماد قوي جدا على فكره البهارات او الخلطه عامه. بايدينا واحنا بنتبل لو رستو ملح وفلفل وصوص طماطم ومتشكرين، وحط البوكي جرني كامل وبيطلع معايا فخد الديك الرومي او الديك الرومي او اي نوع من انواع اللحوم الرستو. الطريقه الثانيه لو انا هعملها بفكره طريقه بودره التندوري البودر مع الزبادي ومع صوص الطماطم ومع كتتبيله ثانيه ليها علاقه بالفلفل الحار مع الجنزبيل مع الليمون مع البصل مع الثوم، ده كله هنشوفه برده مع حضراتكم واحده واحده. هنخش الاول في التتبيله عشان لما نخش في الموضوع ما تبقاش برده محتارين شويه. طيب هجيب عندي رقم واحد الخلاط، وبسم الله الرحمن الرحيم اقطع 3 4 بصلات ورس ثوم كبيره وليمونتين او ليمونه كبيره مع حبه جنزبيل او حته جنزبيل بالشكل ده كده شفيق، مع 3 4 قرون فلفل حار، وبعد كده احط عندي كل حاجه انا عايز احطها بشكل بسيط. هبدا كده رقم واحد اجيب عندي الخلاط وهشتغل واحده واحده بكل حاجه مره واحده، اهو كل حاجه كده بالشكل دوت، ادي راس الثوم وادي البصلايه كامله كده وادي الليمون والفلفل الحار، وهبدا هشتغل واحده واحده بفكره المقادير. المقادير بتاعتي زي ما اتفقنا، انا هشتغل هجيب عندي بهارات التندوري بتتجاب من السوبر ماركت كيس كده كامل او من عند العطار، ادي معلقه ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه، يعني معلقتين كبار بالعربي تمام، وعندي كمان معلقتين كبار ملح، ادي واحد اتنين تلاته اربعه حلو، وعندي كمان بهارات كمون نفس الموضوع معلقه كبيره حلو الكلام، وعندي كمان هجيب عندي بهارات مشكله اللي هي بص شبيه كده ركز اللي هي الحبهان المطحون ورق الغار واليانسون المفروم والكبه الصيني وبهارات السبع حبات والمستكه وجوز الطيب، كل البهارات كلها المشكله هحط منها معلقتين كبار بالشكل ده حلو الكلام. طيب عندي لو عايز احط سنه زعفران بسيطه قوي تكسر معايا اللون، بص قد ايه شفيق كده لو حبيت تمام، وكمان كده انا تمام اعتبر حط كل حاجه، هحط بس كده معلقه بابريكا كبيره عشان اكمل بقيه البهارات تمام. صلصه الطماطم هشتغل بيها برده واحده واحده مع حضراتكم، لا هنجيب بقى معلقه كبيره عشان ما نقعدش بقى نحط المعالق الصغيره ونشغلكم اكتر من كده. صلصه الطماطم والزبادي هنحط برده كله على بعض، ادي معلقه صلصه طماطم ومعلقه ثانيه تمام، وهجيب عندي الزبادي نفس الموضوع، ولكن هبدا واحده واحده وفي الاخر احط الزبادي في النص وانا بضرب في الخلاط. هعمل كده بسم الله، وهبدا وانا شغال هدي عندي حاجه تفك شويه الامور، هدي عندي فنجان خل كده تمام، وعندي كمان زيت اي نوع من انواع الزيوت
وسنة مية بسيطة. وكمان ليمون مع الخل. تمام متشكرين. انا كده عملت التتبيله بتاعتي. بص كده هندسه قالت تتبيلتي ان انا عايزها كده اهو. هوطي ايد عشان بس الحاجه ما تطلعش بره. يعني تتبيله محترمه وكمان هفضي اللي موجود في بيت الخلاط بحاجه كده زي السكليبر ده عشان برده خساره التتبيله الحلوه دي. هنا الزبادي هحطها عندي في الاواخر ما عنديش منها خالص. الزبادي دي بقى هتبقى هي بقى اللعب كله، هيخلي كمان كل الشطه اللي حطيناها دي كلها وكل البهارات دي كلها طعمها يعني متناسق كويس قوي. بالمضرب على السريع. التتبيله سهله جدا واهم شيء بس تتعمل واحده واحده كده. دار التتبيله مش ناقصه اي حاجه غير بس ان احنا نشم كده ريحتها نعرف احنا بنعمل ايه. ده كله بقى واضح وتتبيله سهله جدا. طيب كده احنا عملنا الاساسيات اللي احنا عايزين نتكلم عنها. تعال نتكلم بقى مع بعض على فخده الديك الرومي او على الديك الرومي اللي عملناه بالطريقه دي. هنشتغل زي ما اتفقنا واحده واحده، كل طريقه او كل مره ان شاء الله نعمل طريقه مختلفه تماما عن كل المرات. دي فخده الديك الرومي زي ما حضراتكم شايفين، انا شايل الجلد منها مش محتاجه وهبدا هشتغل بيها واحده واحده عشان انجز شويه في التسويات او في سرعه التسويه. مع عامه في الفخده البتيلو او الفخده الديك الرومي او اي نوع من انواع الفخ اللي في خياده عامه اللي بتاخد وقت شويه في التسويه، بنشيل حاجات معينه كده تسهل معانا في التسويات. اللي هي عندي حاجه اسمها العكشه. العكشه دي اللي هي بتبقى اخر حته من الفخده عامه لو كانت الديك الرومي او البتيلو، بحاول اشيلها بحرص وبعد كده ببدا اشتغل واحده واحده. عندي كمان الجزء الكبير ده اللي هي اسمها بيسموها في يعني اللي هي السلسله او الظهر شويه او بيسموها السوسه بطريقه الجزارين. دي برده انا شايفها ان هي عظم كتير وهياخد مني تسويه ومش هيتاكل في الاخر، فبحاول انضفها واحده واحده. بسم الله ماشي كده اهوت. اهو دي زي ما انت شايف كده عم شفيق ما لهاش عندي لازمه، هشيلها بس احطها في طبق لكن مش هترمي. لا هي مش دي السوسه، انا بشبهها بالسوسه. السوسه دي بلغه الجزارين اللي هي الحته اللي بتبقى رابطه بقيه الكلاوي بالريش. تمام هبدا بعد كده اشيل الحته دي اللي شفيق بيقول عليها العكش كده اهو. لا انت قلت كده كده اهو. تمام على ما اعتقد دي ملهاش عندي حاجة وكده أنا تمام، اعتبر نضفت حاجتي كلها وشايل الحاجة اللي ملهاش لازمة. أصبح عندي الأمور بقت سهلة جدا. طيب هتبلها إزاي؟ هتبلها ببزاجة بس الأول أعمل فيها حركة حلوة كده تساعدني في التتبيلة وكمان في التسوية. بجيب عندي سكينة حامية شوية وأبدأ أعمل إيه؟ أعمل كده بسم الله. أهو بص كده يا عم شفيق كده أهو. شرح التشريح ده يعني يخلي معاك التسوية سهلة جدا ويخلي كمان التتبيلة تخش جوه وتنتشر اسرع واسرع، وكمان يبقى شكلها النهائي ان شاء الله بعد ما تخلص يبقى شكلها رايق، يعني تحس ان انت بتاكل حاجه حلوه كده. وبتشرحها شويه كده اهو وهي تطلع زي ما هي كده مع حضراتكم اهو، بس مش اكتر ولا اقل. ده كله هيفرق معايا في التسويه. طيب هتعملها ايه بقى يا سيدي؟ هتبلها واحده واحده، حبه ملح مش كتير، انا عندي كل حاجه تمام التمام ومتبل حاجتي، وكمان حبه بهارات مشكلين كده اهو، وبقلب كويس قوي من الوش ومن الظهر عشان الحاجه تبقى واخده طعمها. ولو عايز حط سنه اعشاب ثانيه مش تقولي لا، انا دايما بحب اخلي الحاجه بتاعتي تكون واخده وقتها في التتبيله ورايقه كده ومبقاش الواحد يعني متصربع عليه عشان تبقى الحاجه متاكله كويس. بجيب عندي اعشاب زي الروزماري كده وببدا ابهرها برده بالشكل دوت، وده افضل اعشاب عامه للروست وهو الروزماري وحشي كمان لو اقدر بالشكل ده. بص كده يا عم شفيق، الحاجة من بدايتها لما تكون معمولة على مزاج شوية فحضراتكم في البيت تعملوها أحسن من أي شيف في الدنيا، بس أهم شيء نعملها صح. وبنحشي الأعشاب عشان تخلي الحاجة ليها طعم وتبقى ثابتة معانا كده طول التسوية. كده أهو. كده إحنا عملنا اللي إحنا عايزينه كله وتمام التمام. طيب أنا عايز برضو أستفيد بالشكل واللون وكل حاجة. بعمل إيه؟ أنا خلاص تبلت اللي أنا عايزه كله وزي الفل. عندي حاجة من حاجتين في تسويتي، يا إما أحط التتبيلة عليها دلوقتي وأدخلها الفرن زي ما هي،
او لو انا عايز العب معاها برضو بشكل حلو بعد التتبيله او قبل التتبيله ده في ايدينا. هتعمل ايه يا سيدي؟ هجيب عندي فرشه، والفرشه دي فيها حبه صلصه طماطم، بعمل كده. صلصه الطماطم دي اسرع حاجه في الدنيا تديني طعم وريحه ولون، يعني انت بتختصر الامور. لو الفرن ما ادانيش اللون اللي انا عايزه، انا بستفيد بشكل بسيط جدا كده في فكره صلصه الطماطم دي وتديني لون كويس جدا كشكل. ده في البدايه عملنا كده زي ما حضراتكم شايفين، كل حاجه واخده حقها. التتبيله زي ما اتفقنا اهم شيء تتعمل مظبوط. طيب بنعمل ايه بقى يا سيدي؟ هوسع كده لنفسي عشان اجيب عندي صينيه سخنه جدا. الصينيه دي هي اللي هبدا هشتغل بيها بشكل بسيط جدا او هسوي فيها حاجتي كلها. تعال نجيب الصينيه السخنه. بسم الله كده اهو، وهعمل كده. ادي الصينيه سخنه جدا في الفرن او على النار حسب اللي موجود، واحط عندي فيها معلقه زيت. بسم الله كده اهو، وهجيب عندي الفرده بالشكل دوت اهو. صدمه حلوه، واكمل وانا شغال او ما تاخد الصدمه بحبه صلصه طماطم تانيين كده اهو. طريقه سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه خالص. خلت اللون ابسط مما يكون واحده واحده. بص يا شباب انا بتكلم في ايه، شايف الشنطه؟ وهبدا هعمل حاجه حلوه قوي، اجيب عندي التتبيله بتاعتي واعمل كده اهو. غطي التتبيله كويس قوي، الله على الريحه كده اهو. تمام كده، كده على ما اعتقد احنا ماشيين واحده واحده والامور باينه جدا. بغطي كل حاجه في الفخده بالشكل دوت تمام، ونعمل ايه بقى؟ ندخلها الفرن تاخد وقتها وتتعايش وتعيش حياتها. عايز ازود لها حاجه عندي ما عنديش مانع، ممكن نزود لها كمان، يعني شوف قد ايه انا بزود في الحاجه اللي في ايديا، ما بجيبش حاجه من بره تانية. حبه اعشاب على الوش، الحاجات دي كلها اكيد هتفرق معايا ولها طعم. ويا سلام لو جبت ليمونه تانية فريش كامله كده وقطعتها برضو بسكينه كده على السريع وعلى الوش، ده كله اكيد بيفرق معايا في الطعم. حاول تزود من الحاجه اللي قدامك وما تجيبش حاجه من بره عشان الحاجه تبقى طالعه ليها طعم كويس وعارف بتاكل ايه من كل المقادير اللي حطيناها. بجيب عندي الليمون ده كده كده، وببدا ارص حاجتي كلها عشان تديني طعم المزازه، ده كله طبعا هيتشيل. خلاص كده تمام التمام، هبدا ادخل الصينيه دي الفرن تاخد لها بقى وقتها وتتعايش ونشوف عامله ازاي. ده اول طبق مع حضراتكم، ياخد وقت ان شاء الله، واحطه عندي على طول في الدور التحتاني مش اقل من 150 لحد 200 درجه الحراره، واسيبها تقعد لها مش اقل من ساعه. والنهارده الخميس وان شاء الله نحاول ناخد من زمايلنا خمس دقائق كده في اخر الحلقه عشان برضه نخلص تسويتنا. هروق المكان، هطلع اول فاصل مع حضراتكم ثم الوصف. اتفضل يا استاذ. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مدخلين الفخده او فخده الديك الرومي عامه، زي ما احنا اتفقنا ممكن لو عايزين نمشيها باي طريقه ثانيه براحتنا، وانا هعمل كده واحده واحده، ولكن حبيت بس ابدا من الاول، يعني ما اطلعش رقم خمسه مره واحده. خلينا نبدا واحد اثنين ثلاثه اربعه، وبعد كده نبقى بخمسه. خمسه هو الديك الرومي الكامل او الحاجه الهول او الكارفل، الحاجه اللي هي بتبقى كامله ويبقى لامم العيله عليها بجد، او يبقى ليها مناسبه زي كريسماس او نيو يير زي ما اتفقنا. ولكن انا حبيت ابدا واحده واحده، مش كل الناس هتقدر تشتري ديك رومي، ومش كل الناس بتحب الديك الرومي، ومش كل الناس تقدر تعمل الديك الرومي. فمبقاش انا جابر كل الناس اللي هي تعمله النهارده اول حلقه فهي كذا، فانا بحاول برضو اطلع اودي اوبشن ثاني يبقى الموضوع فيه برضو راحه شويه. طيب في حاجه برضو قبل ما اخش في الطبق الثاني، الديك الرومي البلدي لو نقدر نتعامل مع الديك الرومي البلدي في الفتره اللي جايه يبقى الطف بكتير جدا واطعم. لو احنا بنتكلم على طعم، طعم الديك الروم البلدي او الفرخه الشامورت البلدي او البطايه البلدي او اي حاجه بلدي لا يعلى عليها. طبعا الديك الرومي الهول او اللي هو المزارع شكله جميل جدا والشياكه، وتحس انه واحد كده يعني متسلطن في قلب السيرفيس مع الرز الخلطه، ما فيش كلام. بس دي حاجه ودي حاجه، انا بس بوضح الاثنين. اي نعم هتلاقي الديك الرومي البلدي عامل كده شويه يعني معضل، بس هو طبيعته كده، بس طعمه كويس. ده تشوفه زي ما بتشوفوا الافلام كده، واحد ماسك فخده كامله من الديك الرومي او صدر كامل، ده بلدي بيبقى ليه طعم كويس قوي، فعشان كده الواحد يقدر ياكله. ده مقصودي من كلامي. طيب هبدا هشتغل عندي طبقين تانيين، طاجن ريش
هيتعمل على مزاج شويه وهيتبل بتتبيله كويسه جدا. هعمل تتبيل الاثنين للسمان وللريش البتلو، ولكن هفصلهم عن بعض وابدا اتبل وازود شويه في تتبيله ولا تتبيله لوحده. طيب تتبيله السمان هتبقى زياده عليها خل وعليها ليمون وعليها ثوم، وتتبيله الريش هيبقى زياده عليها اعشاب فقط لغير. طيب تعال بقى نعمل تتبيله حلوه على السريع ما فيهاش صعوبه. هجيب عندي طماطم واشيل منها قمع الحته الاولانيه، وهجيب عندي بصل وثوم وليمون وفلفل حار وكرفس وكرات، دول الاساسيات عندي بالشكل ده. بص كده هندسه، تعال ادي الطماطميتين مثلا والبصل بالشكل دوت، وادي راس ثوم وادي ليمون، وعندي كمان الكرفس كامل زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت حلو بالورق بتاعه، وادي عندي راس الكرات مقطعها اي تقطيعه او كامله مش فارقه عندي، وهبدا هشتغل بيهم واحده واحده بسم الله كده اهو، وهبدا هدور واحده واحده. علي معاها شويه بحبه زيت زيتون او زيت عادي حسب المتوفر. لو حبينا فلفل حار مش هيقول لا. انا كده مرضي زي الفل، تتبيله سريعه. تعال نقسمهم على نصين عشان خاطر نشتغل واحده واحده، حبه للسمان وحبه للريش. الفكره في التتبيله هي اساس الطبخه عامه زي ما احنا عارفين متعودين، مفيش اي اختراعات تانيه غير التتبيله. التتبيله هي اساس اي طبخه، مش معنى كده ازود بهارات كتير عشان ابهر احلى فانسى طعم اللحمه او طعم الحمام او السمان واتجه اكتر لطعم البهارات يبقى بقي اكتر، ده مش صح. الصح ان يكون احنا عاملين يعني نسبه وتناسب. طب صباح الورد يا فاطمه. صباح اهلا بيكي. ازيك يا شيف علاء؟ الحمد والشكر لله، اخبارك انت ايه؟ كويسه الحمد لله. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا فندم، تحت امرك. اهلا بحضرتك، الفرح جميله جدا. ربنا يخليكي، ده من ذوقك. معلش يا شيف علاء، انا طالبه، انا عندي مشكله كبيره قوي. تمام تحت امرك. معلش اسمعني تحت امرك. دلوقتي جوزي كان في شركه كان مسافر منها. ايه يا فندم انا اسف؟ ايه؟ بتقولي زوج حضرتك ايه يا فندم؟ جوزي، زوجي. ايوه. كان في واحد جاي هنا بيسفر ناس. بيسفر ناس؟ اه. ايوه، كان هو طالع تبعه يعني في بلد. تمام. ده في نساء تأشيره لاميره بتتبرع بها الناس تحج على قدهم. الراجل ده لم فلوس من هنا من واحد، وفي واحد تاني غير جوزي لم اهله، وجوزي ما يعرفهمش. لم اهله ولم فلوس كتير واخدهم، مع ان جوزي جاب الراجل هنا خلع. بس احنا عارفين مكانه. تمام. واكتشفنا ان هو كمان لمن من الناس من كفر البطيخ كتير جدا جدا. الايه معلش؟ لمن من الناس في كفر البطيخ كتير جدا. ايه بطيخ ايه معلش؟ في كفر البطيخ. كفر البطيخ. البطيخ. ايوه. ده فين ده يا فندم؟ هو اساسا من مصر. دمياط. ما اقدرش اقول اسمه، انا من دمياط. تمام. الراجل من مصر. ما اقدرش اقول اسمه. اه يعني لو انت عايزني اقول اسم اقول اسم. لا انا مش عايز تقولي اسم حد، انا عايز اسمعك لحد الاخر ونشوف حضرتك عايز ايه تحت امرك. الناس تمام. الناس دلوقتي عملوا شكوى في جوزي، قال احنا هم عارفين، وقالوا له احنا عارفين ان انت ما خدتيش حاجه، بس انت اللي قدامنا عشان تجيبه، وعملوا شكوى. هو زوج حضرتك هو اللي جاب للناس الراجل ده كان بيتكلم في التليفون، فواحد في القهوه سمع وجاب الناس، انما جوزي ما يعرفش حد من الناس اللي هو جايبهم، ما يعرفهمش. ايوه. انما الراجل ده اللي جاب له جوازات قرايبه كلهم. تمام. جاب له الفلوس وكده. وانا معايا ورقه تثبت، هي الورقه مكتوب فيها 82 بس 1000، بس جوزي واخد 72 يعني 72000 مسلمهم له. تمام. وفيها شرط جزائي 50000، انا مش عايزه الشرط الجزائي، انا عايزه فلوس الناس، انا تعبانه وما بنامش. اقسم طب بالله. طب وزوج حضرتك وضعه ايه في الموضوع؟ هيتحبس، لان بيقولوا له انت اللي قدامي. تمام. انا تعبانه. طيب. تعبانه جدا. الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. طيب طب معلش انا اسف بعتذر لك. طب قولي لي انت كلمت علاء، طب انا اعمل ايه او اودي مشكلتك لمين؟ انا عايزه حد يساعدني ان انا ادي الناس. يعني ده يخش تحت بند الغارمين والغارمات مظبوط؟ وحاجه كمان تتقلب لراي عام عشان ما يعملوهاش مع حد ثاني حرام. في ناس يعني. طيب. واحده كانت عامله لها خرجت فلوس دي.
طيب خلاص ماشي، انا كده فهمت مشكلتك، بشكرك جدا وبشكر اتصالك يا استاذ شفيق. ده يخش تحت بند الغارمين والغارمات، لو تكرمت ممكن توصل رقم تليفون الاستاذه للجهه اللي تقدر تساعد فكره الناس اللي عليها ديون او عليها مشاكل. بشكرك جدا وبشكر اتصالك. طيب خلينا نرجع للي كنا بنتكلم فيه من شويه مع حضراتكم. انا عملت تبديلتين، التتبيله ثابته وبدلنا شويه ما بين دي وما بين دي. فكره حطيت عندي هنا سنه الثوم، معلقه اساس طماطم دلعها شويه دي للسمان، سنه ثوم، سنه الخل، سنه ليمون، بهارات مشكله اعشاب لو حبيت، عندي ملح، ملح وفلفل اسمر وحبه كمون ومتشكرين. دي تتبيله للسمان. نجيب السمان كده على طول، جوه السمان جامبو كده حلوين، ونقلبهم كويس قوي مع الكلام الحلو ده كله. ده هيبقى ماشي معايا في طاجن الايه؟ الفريك. فريك يعني انا بعمله بشكل المشوي، ولكن انا عايزه يكون طاجن فريك، ليه مزاج حلو قوي كده وليه طعم كويس قوي. ده هنعصج له وهنطج له دلوقتي حبه فريك، وياخدوا وقتهم ويتعايشوا ان شاء الله. طيب ده اول حاجه. الحاجه الثانيه هخش بقى على الريش، عشان خاطر الريش دي هتتشوي برده، ونعمل معاها طاجن بصل. والبصل اللي هشتغل بيه دلوقتي مع حضراتكم بصل عادي جدا، هكرمله او هخليه مسكر، يعني مش مسكر، كلمه كرمله هي مسكر عفوا، ولكن اللي قصدي عليها هو ان انا اخلي البصل يتلسع شويه، يبقى لونه بني، يبقى ليه طعم كويس قوي. طيب ده كده خلاص، هجيب عندي ادي الريش البتلو. طيب الريش البتلو هتكلم عنها شويه عشان خاطر برضو نبقى واضحين مع حضراتكم، لان انا بعتز بالفكرة اللحمه النظيفه او اللحمه الصحيه، او اتكلم عنها، لازم اتكلم عنها شويه. انت شايفه مش هفيق من غير ما ارفع واقعد اوريك الحاجات. الريش البتلو او اللحمه البتلو عامه هي من الطف وانظف انواع اللحوم عامه في العالم. ليه بقى؟ اكيد مش بندخلت عشان ادافع عنها، ولكن الفكره ان اللحمه البتلو عمرها صغير، مش شرط يكون فكره 40 يوم و30 يوم والكلام الفارغ ده، مش دي القصه، لان انا سمعت الفتره الاخيره بداوا يمنعوا القصه دي، ودي حاجه كويسه جدا، الحرره الحيوانيه ده كلام جميل. خلينا نتكلم في النقطه اللي بتكلم فيها، ان اللحمه كل ما تكون حجمها صغير او وزنها صغير، كل ما تكون سهله في التسويه وسريعه في الهضم، وكمان شكلها حتى يبقى باين جدا حته لحمه عامله زي الطريقه بتاعتنا البلدي اللي احنا بنتكلم، يقول لك حته لحمه عامله زي اللوز، فهي بتبقى فعلا بسيطة قوي ولونها وردي بالشكل ده، وكمان سرعة تسويتها. بص شايف كده، ركز، بص اصبعي، شايف انا بتكلم في ايه؟ يعني دي حتة لحمة نية، فبتدوس عليها تتقطع على طول، وده شيء عظيم. فانا حبيت اوضح لحضراتكم الفكرة دي. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل حاجة حلوة قوي. ثانية واحدة يا شفيق، حاضر. حبة ملح عشان بس ثانية واحدة، حبة بهارات مشكلين، وعندي طاسة سخنة. الطاسة دي انا تبلت الاول بملح وفلفل بسيط، اول حاجه كده ما فيهاش اي صعوبه خالص، وهبدا احط عندي معلقه زيت في الطاسه دي، حلو الكلام، معلقه مش كتير، وهعمل تيست كده بسيط عشان خاطر عايز اصدم صدمه كويسه جدا للريش، وبعد كده احط عليها التتبيله واقلب كويس جدا البصلية من دلوقتي وانا معاكم. بتقول يا شفيق؟ معلش يا امينه. ايوه ايوه امينه، صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا ماما. اهلا طيب. الله يخليكي، الله يخليكي، ربنا يخليك، الله يخليكي، اهلا بيكي، تحت امرك. ربنا يخليك، ما يمرش عليك ظالم. الله يخليكي. يعني حضرتك بتساعد كل الناس، ممكن تساعد الايتام؟ ده هم دول احسن من الناس يا حاجه، ربنا يخليك. يعني الايتام دول اهم من الناس. تحت امرك يا ماما، قولي لي. الو. ايوه معاك. ليه بتبكي يا ستي على الصبح؟ يا ربنا يهديكي، قولي لي بس مالك، ايه اللي مزعلك؟ قولي لي. تحت امرك، قولي لي بس، ونعم ما تزعلتيش، ما تزعلناش. بصي يا ابني، انا اتبهدلت بعد ما جوزي، لا حول ولا قوه الا بالله، واهله خدوا كل حاجه، اهله خدوا كل حاجه. تمام. احنا مش لاقيين. مش لاقيين يا ابني، وعايشين بالعافيه، وعندي بنتي في ثانويه عامه، وعندي ثانيه ثانيه اعدادي، لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه، مش قادره، والمعاد صغير قوي، فانا يعني ما تخليهمش يقطعوا عليا، لان انا لا هو انت سمعتي حد قطع لحد قبل كده؟ لا يا حبيبي، ما بيحصلش ومش هيحصل لحد، ما تخافيش. عشان اكلمك. لا يا ماما، تحت امرك، ربنا يخليك. انا بستغيث، بستغيث من ربنا ولحضرتك ونعم بالله وسعاده الرئيس السيسي. طبعا. لان احنا ما لناش حد بعد ربنا اللي هو. طبعا طبعا. يا ريته يسمعني دلوقتي، لان يا ريته يوفر من وقته ساعه واحده بس للايتام. طيب معلش يا حاجه ثانيه. مش هيحب الموضوع ده اللي هو. تمام تمام. كملي يا ماما. ربنا يخليك يا علاء، ويخلي لك والدتك، ويخلي لك بنتك. الله يخليك يا حاجه. والنبي يا حبيبي. طيب واحده واحده كده، انت خلاص كده، انت قلت اللي عندك. اه يا حبيبي. طب واحده واحده بس عشان هقفل معاك المكالمه. كده في رمضان
نعم وما اتصلتش بيا. مش سامعك. ما اتصلتش بيا. ما اتصلتش بيكي فين؟ اتصلت بحضرتك قبل كده في رمضان وما اتصلتش بيا. طب وانت كنت كلمتيني قلت لي اكلمك؟ اه يا حبيبي. وما كلمتكيش؟ كان بخصوص الموضوع دوت؟ ما كلمتنيش. فمن فضلك من فضلك. تمام. من فضلك بعد ما تخلص كلمني ضروري ضروري. انا ست مريضه عندي القلب والسكر والضغط. تمام. طيب بشكرك جدا يا امي. خلاص كده خلاص خلصتي حضرتك باقي حاجه تانية تقوليها؟ اه يا حبيبي. طيب بشكرك جدا. انا بقولك بس قبل ما نقفل مع بعض بشكرك جدا يا امي وبشكر اتصالك. طيب انا لو كلمتيني في رمضان وما رضيتش عليكي والله ده يبقى اكيد غصب عني. ده رقم واحد. رقم اتنين انت الله يكون في عونك اللي بيربي يتامى ده ما هياش موضوع سهل. واللي ياكل حق اليتامى ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبوش ولا في الدنيا ولا في الاخره لان ده حاجه طبعا ما ترضيش اي بني ادم في الدنيا. وانا والله يعني انا مش عارف يعني اقول لحضرتك ايه ولكن احنا عندنا برنامج اسمه رأيك بصوتك. البرنامج دوت المفروض ان انا بتابعه او بشوفه عندنا على تلفزيون النهار. عنده اي اللي عنده اي مشاكل من الحاجات اللي زي كده بيتصل برأيك بصوتك دوت وبيطلب منه المشكله فهو بيبدا يوديها للمؤسسات او للاعمال او ما اعرفش بيوديها للمؤسسات اللي هي تقدر تعول المشاكل اللي بالشكل ده. انا والله ما بيدي حيله يا حاجه. انا عايز اساعدك لو حاجه شخصيه مننا تحت امرك. وعيالك جزمتهم فوق راسي. اليتامى بالذات اليتيم بالذات جزمته فوق راسي. ده اكيد ما فيهاش هزار. ده ابننا او بنتنا او اطفالنا. اي حاجه شخصيه مننا تحت امرك والله. لكن انا مش عارف انا مش عايز بس اتكلم كلام واقدر اعمل حاجه غيره. قول لي يا شفيق لو في حاجه نقدر نعملها ليها. تمام. طيب عشان بس الناس ما تزعلش مننا خلاص دلوقتي بكره ان شاء الله لو تقدر دلوقتي تجيبها يا شفيق هاتها. لو تقدر تجيب دلوقتي ارقام التليفونات بتاعه رايك بصوتك اللي نقدر نحل فيه مشاكل اهالينا من الجزئيه دي يبقى تمام وفضل وعد. ما كانش كده يبقى بكره ان شاء الله بكره الجمعه يوم مسابقه هيكون عندنا ساعه ونص مع حضراتكم على الهواء نبدا ننزل الارقام اللي تقدر تساعد الناس في المشاكل اللي هي بالشكل ده. لاني والله انا بحاول اقدر يعني على قد ما اقدر. خدوا بالكم لو تاخدوا بالكم انا يعني احنا بقالنا فتره طبعا مع حضراتكم وانا تحت امر حضراتكم والله في كل شيء اكيد مش بس الطبخ ولكن احنا ساعات بس يعني بناخدش بالنا من حاجه صغيره ان ما يقدر على قدر غير الله سبحانه وتعالى. مشكورك. ارقام البرنامج على الشاشه خديها يا امي وكلميهم بعد اذنك. الحاجه اللي كانت بتكلمني من شويه اسمها ايه يا شفيق؟ انا اسف. الحاجه امينه خد رقم التليفون ده يا حاجه وكلميهم بعد اذنك. هرجع بس للنقطه ما يقدر على قدر غير الله سبحانه وتعالى. وانا والله يا جماعه بكلم بكل صدق والله انا بتاع اكل. انا بكلم بكل صراحه والله. اللي بقدر عليه بعمله اللي ما بقدرش عليه غصب عني. كل حد يكلمني ما اعرفش اكلمه او كل حد يكلمني ما اقدرش اتواصل معاه او اقدر اساعده اكيد مش تناحى مني او قله ادب مني او تاخير او تاثير. بس والله ما بايدي. بحلف بالله لو بايدي ابقى راجل مش تمام بالعربي اني ما اقدرش اساعد حد. وعلى ما اظن ان اي حد يعني جالي على من المدينه او تواصلت معاه وكان في ايدي مشكله هو اكيد سامع. ولو قصرت مع اي حد يطلع على الهوا دلوقتي يقول والله قابلته شخصيا وهو قصر معايا في اي حاجه حصلت في اي تعامل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل حضراتكم. لان انا بقول دايما احنا شغالين عندكم وانا تحت امركم. انا بقول انا عن نفسي انا شخصيا انا كعلاء الشربيني شغال عند حضراتكم انتوا امريني بيه بعمله. بس في حاجات ما يقدر على قدر غير الله سبحانه وتعالى مش بايدي والله. اي تبرع اي ديون اي مشاكل دينيه مشاكل مرض اي حاجه اللي بحاول عليه بقدر اعمله لكن مش بايدي والله العظيم. لو في حاجه مش بايدي بقول زي ما بقول دلوقتي. ليه بقول كده؟ عشان ما حدش يزعل مني. يعني مثلا انا امبارح اكتر من 15 مكالمه ما دخلوش على الهوا وانا كلمت بعض المكالمات منهم بعد الهوا. يعني انا نفسي احل مشاكلكم والله العظيم بس الحاجه للاسف الشديد ان حاجه بعيده عني خالص. حاجه مش بتاعتي. حاجه غير قدراتي. يعني حاجه مش تحت ايدي انا. واللي بيبقى كلمني ناس تكلمني عشان تبقى عايزه مثلا استاذ عمرو الليسي استاذ وائل الابراشي استاذ محمود سعد ده كله دول يعني زملائي وعلى راسي. بس والله العظيم مش كلهم اعرفهم ولا اقدر اوصل لهم. انا بقول عشان الناس اللي تفهمني ان انا بخبي الناس عنهم. تقدر حضرتك تكلمه على المحطه بتاعته او توصل له زي ما قدرت وصلت لي. بس العشم في الله سبحانه وتعالى. بس انا والله ما اعرفهم. يعني انا بشوفهم اكيد يعني حصل شرف ليا بس مش كلهم اعرفهم والله. فاللي بقول له ما بعرفش فممكن ساعات بيفهمني غلط. لكن انا بقول والله على الهوا اهو دلوقتي
في ناس يعني بقدر اوصل لها وفي ناس ما بقدرش والله. انا بس بتكلم بكل صراحه وقلت اسامي عشان الاسامي دي هو ده اكتر تردد معايا انا في المشكله دي. بس لكن لو اقدر على حاجه والله ما هقصر ولا هتاخر ولا اقدر اتاخر. بس تمام، من 6 ل 7 مساء اتصال بالارقام دي. تمام يا شباب، اصبر بقى عليا. فاصل ايه؟ هيدا الريش دي. طب خلينا كمل بيت اللي ما كنت بعمله. هيدا الريش دي انا خدت اللسعه بتاعتها من ملح وفلفل فقط لا غير. عندي البصلايه بتاعتها اهي تنزل كده على طول. دي البصلايه بالتتبيله، ده الطاجن وعليه ايه بقى كمان؟ عليه مكعبين ثلاثه زبده اهم. ده كله يتشمع شويه ويتبخر سنه وهنشوف هيبقى عامل ازاي. متشكرين. ده اول الكلام. موضوع السمان احنا تبناه والمفروض زي ما قلنا مش اقل من ساعية عشان ياخد طعم وريحه وفكره ان هو يكون لي طعم كويس جدا. انا هعمله ايه برضو؟ بسيط جدا، هطلعه كده من التتبيله واحطه عندي على الطاسه او على الشوايه لو عندي. وبكده اكون تبلته كويس جدا وثبتته شويه في التتبيله. والتتبيله دي مش هرميها، التتبيله دي هعمل بيها ايه دلوقتي؟ بص كده يا عم شفيق، بسم الله. وادي الزبده بتاعتها كده اهو، بص الكلام يا شفيق. وادي زيت عشان خاطر اعمل حاجتي كويس. واقلب على طول، دي تتبيله لصوص الطماطم او لتشويحه السمان. اهي يا شفيق ركز كده كده اهو. ده اللي انا عملته كله، في بصل في كرفس في كرات، بدل ما اقعد اعيد وازيد من جديد واشغلكم معايا كده اهو. تمام كده يا عم شفيق، ادي تتبيله الفريك. مع الفريك كوبايه الفريك بجيبها بغسلها غسله واثنين وثلاثه وانقعها كويس جدا في الميه عشان خاطر ما يبقاش في مشكله من الزلط اللي بنقوله والتراب. انا بتكلم بكل صراحه، لازم الحاجه تغسل كويس جدا عشان دي احنا بناكلها ومش شايفين. فالفريك، الرز، اي نوع من انواع البقوليات عامه لو جبناها سايبه يبقى اخطر شويه عشان ناخد بالنا شويه من الـ 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 الحاجات اللي جوه، او بالشكل ده بيبقى مغسوله ومنقوعه. ببدا اجيب عندي التتبيله، بص كده يا شفيق اهي شايفها ماشي، اجيب التتبيله كده اهو بسم الله وانزل الفريك بتاعي كده اهوت وابدا اشوح فيه لحد ما يبقى واخد درجه تسويه كويسه. وبعد كده هديله حاجه من حاجتين، يا اما اديله مرقه ماشي الكلام، يا اما اديله صوص الطماطم انا ومزاجي بقى في البيت وشوف عايزين نعمله ازاي بمزاجنا وسيبه ياخد وقته. وهنا الناحيه الثانيه السمان ياخد لون وياخد جزء من التسويه. بص يا شفيق الكلام اهو، اسرع حاجه في الدنيا هي الشوايه. طبعا الفحم طبعا لا يعلى عليها، بس لو ما عنديش يبقى عندي الصينيه. هقف عند الجزئيه دي، هروق المكان وهطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضلوا. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب احنا الريش دخلناها الفرن عشان خاطر تاخد وقتها وتسويتها، وعندي هنا كمان الـ الـ الفريك بعصجه او بشوحه مع نفسه، وهنا باخد لسعه السمان عشان يديه الطعم كويس، وبعد كده اجيب طاجن وافرش كويس قوي السمان يكمل تسويته ان شاء الله جوه الفرن. انت خدت رقم الحاجه امينه يا شفيق صح؟ الحاجه امينه، عشان بس في جمله انا ما سمعتهاش وهي بتتكلم، ولسه عم بنيامين بيقول لي انت ما خدتش بالك وهي بتقول ان انا شحته الكريدت ثمن الثمن ثمن الاتصال. فده يعني حاجه من الواحد ما يعني انا والله ما سمعتك كنت بتقولي كده، ولكن برضو يعني الواحد لازم يساعدك يعني على قد ما يقدر. فخدنا رقم تليفونك، خدت رقمها انت خلاص ها. فبوعدك ان شاء الله بعد الهوا حد يكلمك، وان شاء الله على قد ما نقدر نحاول نقرب التعامل او المساعده لحد ان شاء الله ما نشوف حل لحضرتك ان شاء الله انت واي حد. تمام. وبرضو يا شفيق حط البرنامج اللي هو بيقول لي عليه شفيق ده، وانا بتكلم معاكم من شويه، رايك بصوت دوت اللي سمعته وفهمته ان ده معمول من تلفزيون النهار على قناه النهار اليوم ماشي الكلام. تقديم مين ده؟ مين اللي بيقدمه؟ حتحوت، هاني حتحوت، ده زميلنا. بتعملوا ايه بقى اللي انا فهمته من شفيق دلوقتي؟ ان حضراتكم بتسجلوا المكالمه، الشكوى في المكالمه، وهم المفروض ان هم بيقعدوا يفلتروا كويس قوي المكالمات دي، وبيبقى عارفين عندهم مثلا 50 غارمات، 50 مش عارف مشاكل ايه، و50 مش عارف مثلا، ياخدوا الحاجات دي كلها بيوزعوها على الجهات المسؤوله بالعلاقات بتاعت النهار مع الناس اللي هي تقدر تساعد الكلام ده كله. فاتمنى ان يساعدوكم، واتمنى طبعا خدوا بالكم كلامي مش معناه ان ما حدش يكلمني في خدمه، كلامي مش معناه ان انا بقفل الباب مساعد لحد، كلامي مش معناه لا، انا كلامي معناه ان لو انا ما قدرتش على حاجه في غيري يقدر، ده ربنا فوق الكل. بقول لي كده وليه النهارده قلت كده يا علاء؟ عشان انا بزعل جدا والله العظيم لما بروح بيتي واخش اقفل على نفسي، وفي ناس كتير جدا يعني عشمانه قوي
وعشمانه طبعا، لاني غصب عنهم ان انا ممكن اكون بساعد في حاجه انا مش قادر عليها. مثلا يعني انا هقول لكم بس يعني حاجات، والله يا جماعه انا ما بحبش اتكلم في القصص دي. اما حد مثلا يجي يكلمني مثلا يقول لي مثلا ايه الموضوع في حقنه والحقنه كذا، فاجئ نقول اتفضلوا، يقول لك لا اصل حقنتين مش حقنه اصل. فالواحد بيبقى يعني ما انا مش فاهمك، انت بتتكلمي بجد ولا بتهزري؟ اجي مثلا الاقي واحده تقول لي انا جاي لوحدي وانا مش عارفه ايه، والاقي يعني في حاجات كتير جدا في ناس فاهمه الموضوع غلط، وده انا شخصيا بشوفه بنفسي، فاهمه فكره المساعده غلط، فاهمها غلط جدا، وده مش صح. يعني مش صح، لان انا سمعت بوداني من الناس واقفين بره على المدينه وانا واقف معاهم بنتكلم، الناس بتقول كلام مش صح. روحي له ده مش هيكتر معاك في الكلام ويديك انت عايزه حتى لو ما عندكش مشكله، ده كلام مش صح وعيب. يعني احنا اكبر من كده. فعشان كده انا عايز اساعد، بس ما انا مش عارف، ما هو انتوا خليكم مكاني، انا مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، هل اللي بيتكلم صح ولا غلط، فاثبت منين او نعرف منين؟ فلازم يكون في حد مختص بالتعاون بالمشكله يقول اه والله يا جماعه فعلا ده يستحق كذا، وعنينا ما نقدرش نتكلم. اما التلاعب بالحاجات دي، في ناس بتتلاعب بالحاجات دي صدقوني، مش اللي بيتكلمونا على الهوا، لا، في ناس بتيجي على باب المدينه وبتعمل حاجات تانية الواحد ما بيتكلمش عنها، ولكن مش ظريفه. يا مدام ايمان، صباح الفل يا مدام ايمان. الو، ايوه صباح الفل. ايوه اهلا بيك يا مدام ايمان. حضرتك الحمد لله والشكر لله يا فندم، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله تمام بخير والله. الحمد لله، ربنا يخليك يا مدام، من ذوقك والله يا فندم، حياتك بتقدمها. الله يخليك يا مدام من ذوقك. وكنت عايز اطلب من حضرتك طلب، انت ليه مش بتعمل كتاب؟ كتاب؟ لا والله ما عملتش كتاب، ومش هعمل دلوقتي شويه كده. ليه بس يعني؟ هقول لك ليه. ماشي، قولي لي. طب وايه تاني يا ايمان؟ وكنت عايزه اقول لك ان كرمى بنتي عندها سنه وبتحبك جدا. الله اكبر، ربنا يخليها لك يا رب، ما شاء الله، ربنا يخليك. هي شايفانا دلوقتي كارما؟ كل يوم هي شايفانا دلوقتي يا كارما، ما شاء الله، ربنا يخليها لكم يا رب ويحفظها لك يا رب. ربنا يخليك، تسلم يا رب. تأمري الامر يا جميل، ربنا يخليها لك يا رب دايما، وصبحي لي على كارما وعلى بابا كارما. الله يخليك، تسلم. بشكرك جدا، شكرا جدا ليكي ولصالك الجميل. والله بص هقول لحضرتك على حاجه، فكره الكتاب انا مش عايز اعمل الكتاب دلوقتي، لاني خدوا بالكم يعني الفترة اللي فاتت كتير جدا الناس ضربوا كتب باسمي، وده ما حصلش. ويمكن من سنتين ثلاثة انا طلعت وقلت يا جماعة انا ما عملتش كتاب، وفيكم اسمي في السوق وبسعر يعني يعتبر ببلاش، مش كتبي، مش مسؤول عنها وما اعرفش عنها حاجة، حتى كمان يعني محامين عندي حبوا يفكروا ان هم يقاضوا اللي عمل كده ما قدروش يوصلوا لحاجة، لان حاجة مجهولة. وحتى لو انت فكرت او حضرتك فكرت شفت الكتاب من دول على رقم تليفون دار النشر كلموه مش هتلاقي تليفون اصلا، فده حصل، ففي غش شوية. فانا مش عشان كده ما عملتش كتاب، اكيد في ناس كتير جدا استغلت الاسم وعملت بيه مطاعم، ولكن مش مطاعم يعني، ما عنديش انا مطعم خالص الحمد لله، ولا عندي فكره الكتاب. لو هعمل مطعم او هعمل كتاب، اول ناس هيتخبروا هم حضراتكم، واكيد انا لو هعمله هعمله عشان خاطر حضراتكم. فيعني ده ما حصلش، وبالفعل انا ما عملتش كتاب، فلو حاجه حصلت هقول قدام حضراتكم طبعا بالفعل، بس خلي اللي يعمل يعمل بقى. تمام يا رشا. الو الو يا رشا، صباح الفل. صباح الخير، اهلا بيك يا رشا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مالك يا رشا؟ نعم مالك؟ مفيش، هي المشكله هي كانت في واحده دلوقتي حضرتك بتتكلم بخصوص الايتام وكده. ايوه وفعلا هي كلامها صح، هي كلامها صح، ان ظروف الايتام وحشه او ما حدش بيحبها. انا عارف، الله يكون في العون والله. نعم انا عارف، الله يكون في العون، مش سهله ظروف الايتام. المشكلة ان محدش حضرتك باصص لها خالص، ولا من فوق ولا من تحت ولا اي جهة من الجهات. طيب يعني انا واحدة عندي 34 سنة. ايوه وارملة. ايوه ومعايا اربع اولاد. ايوه في معايا اصغر حاجة عندي 5 سنين لسه ما دخلوش مدرسة، ولسه هيخشوا مرحلة المدارس. تمام مش عارفين شكوتهم فين ومش عارفين نعمل ايه. طب انا هسألك سؤال صغير معلش، هو انا نعم. عشان ما اعرفش بس والله، فبسألك بس باخد ودي معاكي، اعتبريني نعم. جاهل، انا جاهل بالفعل بالموضوع والله، بس هاي. انا هسالك سؤال صغير، هل مثلا في معاش؟ انا عملت المعاش اللي هو بتاع الارامل ده، وبعدين ده 450 جنيه. كام يا فندم؟ انا قاعده بس في سكن ب 500 جنيه. 450 جنيه المعاش على اربع اطفال يتامى؟ على اربع اطفال وانا خمسه، وانا ساكنه بايجار 500 جنيه، يعني حتى لو في اي جهه تيجي تسال وتشوف انا عايشه ازاي. ايوه بس يعني انا لو انا بقول حاجه، 450 جنيه ما يكفوش حد يعني. نعم ما يكفوش عيلين اصلا طول الشهر. انا بقول لحضرتك انا عندي بنتين توأم سن 5 سنين هيخشوا المدرسه السنه الجايه. طب قولي لي بتجيب الفلوس منين؟
انا بشتغل والله قسما بالله، يعني انا بتكسف لما بقول كده، بس انا بطلع بشتغل عند ناس عشان اكفي عيالي. ده يكون في عونك، ومش عيب على فكره ان تشتغلي والله. والله معايا بنت ب 100 راجل، بس انا اكفي عيالي ومعايا بنتين طالعين. والله انت ب 100 راجل، انا بقول لك على الهوا انت ب 100 راجل. شايلهم واهلي غلاب على قديهم، فمفيش حد شايلهم، انا مش عارفه اعمل ايه، انا لوحدي يعني، ربنا هو بس اللي معايا. ونعم بالله ربنا معاكي دايما. بس انت هعيدها لك ثالث مره، انت ب 100 راجل، لان في رجاله تعول اطفال وزوجه وما بيشتغلوش وسايبينها كده على الله ويشحتوا عادي جدا وبيكبروا دماغهم. وانا عيالي دول ربنا سابهم لي امانه بعد ابوهم، انا مش عايزه افرط فيهم. وفي حاله تانية كمان حضرتك، انا مش عايزه ادخل حد عليهم، لان لو حد دخل عليهم هيبهدلهم. الله يبارك لك والله، ويعقلك دايما يا رب. الله يبارك لك والله العظيم، ويديك على قد نيتك. انا مش كده، بس ان انا مش عايزه اتجه لموضوع الجواز دوت عشان الفلوس، وفي نفس الوقت انا مش عايزه عشان عيالي ما يتبهدلوش. طب هسالك سؤال كده، هو المفروض مين المسؤول على الكلام ده في البلد؟ ما بصراحة ربنا، انا مسك كذا رئيس ومسك كذا حي. انا المشكله بيقول لك ايه، يعني زي السيسه ما مسك، انا مش معترض عليه، بس انت مسكت رحت عملت مصر تانية، ما انت تشوف طب مصر الاولانيه فيها ايه. يعني تشوف مشاكل الناس اللي تحت، بيروح مصر الجديده، المهندسين، الزمالك، مش عارف ايه. انتوا ما بتنزلوش المناطق الشعبيه، منطقه زي المرج، منطقه زي المطريه، منطقه زي الحنيه. طب هسالك سؤال معلش، سؤال صغير. هي اصل هو اكيد الرئيس الجمهوريه مش هيعمل كده، اكيد في محافظين وفي وزراء يعملوا كده. ما فيش حد عندكم بيقوم بالشؤون دي؟ نعم. ما فيش عند حضرتك في المنطقه مثلا، انت ساكنه في المرج؟ لا، عشان ساكنه في كيلو 4.5. ماشي، مفيش مثلا عضو مجلس شعب، محافظ، كل ده حضرتك ما بنعرفش نوصل. انا حاولت اوصل لرئيس مجلس تقدير. حاولت اوصل لرئيس الحي حتى، انا ما وصلتلوش. لا حول ولا قوه الا بالله. بشكرك، كلامك وصل، وكلامك وصل، الله يكون في عونك. يعني طب هنعمل ايه في الناس دول؟ اصلا انت خدي بالك، او خدوا بالكم، برنامج الطبخ ده مفيش حد من الحكومه هتشوفه. يعني احنا بس بنشوف بعض زي ما بيقولوا كده، لان احنا يعني امهات واخوات بس اللي هيشوفوا برنامج الطبخ ده. على اعتقد مفيش حكومه هتقعد تتفرج على برنامج طبخ. انا عايز اوصل صوت حضراتكم وعايز اساعدكم، ولكن المفروض والصح والمظبوط عشان خاطر ربنا وعشان خاطر اولادنا اليتامى وعشان خاطر اخواتنا الارامل، هي بتحافظ على بيتها وعلى عيالها، مش عايز تتجوز عليهم. المفروض ان يكون في حد من الدايره بتاعت حضرتك يكون عنده الشؤون دي، يقدر يقدمها للبلد، ويقدر يجيب لكم حقكم، ويقدر يجيب لكم كل الحاجات دي كلها، في العلاج وفي التعليم وفي الفلوس وفي المعاش. الحاجات دي يا جماعه يعني ما انا ما اعرفش يعني هي دي شغلانه مين، عشان كده انا قلت من الاول انا جاهل في الموضوع. بس اتمنى ان حد يقدر يساعد الناس دول يا جماعه، واتمنى صوتنا يوصل. يعني اتمنى ان اي حد يسمع بس يعني البرنامج لو مره واحده في المشاكل اللي احنا بنسمعها دي كل يوم. عندنا مشاكل كتير جدا، والناس هتعمل ايه؟ يعني 4 عيال وبتاخد 400 جنيه، يعني الشهر الواحد من العيل يصرف 100 جنيه ده في نظر الحكومه 100 جنيه والله. هو ممكن يكفي وممكن ما يكفيش، وممكن ما يكفيش خالص وما ياكلش، وانا ما اعرفش. لازم حد يبص للناس دول يا جماعه، لان الناس دول ما يعرفوش في البلد غير حاجتين ثلاثه: رئيس الجمهوريه والاعلام ومشكلتهم. فلازم حد يساعد الناس دي، لاني عشان دول اغلب من الغلب. وعلى ما اظن رئيس الجمهوريه كتر خيره عامل كل شيء، ولكن يعني كل واحد ليه شغلانته اكيد، فكل واحد ليه شغلانته. وان شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله يعني يحل مشكله الناس اللي محتاجه حاجات كتير. طيب انا خد بالك انا ساعات بنسى الاكل، بس معلش يعني. طيب انا الاكل في الفرن وبيستوي، هطلع فاصل صغير جدا روق المكان ثم نوصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب احنا الفخده الديك الرومي خدت وقتها وطلعت زي ما حضراتكم شايفين، الموضوع باين جدا. بص من هنا كده، بص كده هواري، بص شايفين العظمه لما تبان واللحم ينكمش شويه ويبدا الموضوع بالشكل ده، تعرف انت دخلت في مرحله التسويه المظبوطه. وتبدا بقى تحطها على حبه رز، عايز تحط لها حبه صوص ثاني نحط، عايز احط زي ما انا هعمل كده دلوقتي مثلا حبه البصل المحمر ده بقى. ده بقى يعني عايز يعني 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 يتاكل بس، ولو في حبه رز حبه لوز كمان اكيد الموضوع هيختلف. يعني الحاجه باينه جدا وبسيطه. هجيب الطبق الثاني من الفرن بقى ونشوف اخباره ايه. بسم الله. خلينا نشوف الريش وصلت لحد فين. الريش خلصانه بس شويه على السمان. ادي الريش ما فيهاش يعني باينه،
قدام حضراتكم واحنا مشوحين ومسويين وحاطين كل حاجه. البصلايه دي بقت يعني ليها طعم وبتكتك كده مع حضراتكم، اكيد الموضوع تمام تمام. فاضل خمس دقايق او اقل من خمس دقايق بس، الطاجن اللي جوه هنزله كمان حتى عشان ياخد غلوه على السريع، هو واخد غلوه بس انا عايز غلوه كمان ثانيه. طاجن الفريك بالسمان او السمان بالفريك، ده ياخد وقته وعلى طول يطلع مع حضراتكم. يعني ما هو ساعات كده الواحد بيبقى هو شغال، واحد بيجي له مكالمات كده بتزعله وهو مش عارف يعمل ايه. فانا يعني المكالمتين اللي جم الاخر دول يعلم ربنا يعني يعني انا عايز اساعدكم والله، وعايز اعمل اي شيء اساعد حضراتكم، بس يعني الموضوع مش بايدي. ولو بايدينا النهارده طب بكره طب واللي بعده طب واللي بعده، فاكيد في يعني حل ان شاء الله، وربنا يعني يعدل الحال ويصلح الحال للناس اللي فعلا دي. وانا يمكن ممكن بيعدي عليها مشاكل كتير جدا وبيعدي علينا حاجات كتير جدا، ولكن فكره الطفل او فكره اليتيم عامه هو اللي الواحد لازم يقف اكتر ويساعد اكتر، عشان دي يتامى والامهات ما هياش عندهم فلوس يقدروا يربوا عيالهم، فبيضطروا ان هم بيشتغلوا. فده شيء عظيم مش وحش، ما نقولش لا، بس بتيجي للمرحله بعد كده الاطفال دي بيحصل لها مشاكل، ولما بيكبروا يقول لك ما حدش وقف معانا وحقهم ما حدش وقف معاهم، والموضوع بيتطور وبينعكس عليهم في التربيه وبينعكس عليهم كمان في التعليم وبينعكس عليهم كمان في الشارع. وفي الاخر بنقول بص شوف بيعمل ايه وبص شوف عملت ايه. طب هم الاساس لو كان حد وقف مع الناس دي او حد رعاهم اكيد كان الموضوع اختلف، واكيد كان طلعوا للافضل والافضل. فانا زي ما قلت من شويه انا برنامج طبخ، ومش كل اللي بيتفرجوا عليا ليهم علاقه بالسياسه او ليهم علاقه بالشؤون بلد او كحكومه، واكيد هم بيعملوا اللي عليهم، ولكن نظره للناس دي لازم يكون في نظره شويه للناس دي. وعلى ما اعتقد ان في مجلس الشعب حصل وفي اعضاء البرلمان والناس دول هم اللي انتوا انتخبتوهم، فاكيد المشاكل دي لازم هم يحلوها وهم يسالوا الادارات او وزاره الصحه ووزاره التعليم ووزاره الشؤون الاجتماعيه وكل الوزراء دي كلها او الوزارات دي كلها، اللي يسال بحق المواطن هو العضو اللي بقى ماسك النهارده عن صوت حضراتكم. فدي برضو تفرق، والاعلام له دور كبير جدا في الموضوع ان يقدر يحاول يوصل بشكل مرئي زي ما حضراتكم بتكلموني وانا بكلمكم اهو على الهوا. اكيد يعني نتمنى حد يسمعنا عشان خاطر يرجع لنا يا قناه الانهار عندكم مشاكل تعال نحلها الناس، فهاتوني رقم تليفون الناس عشان نقدر نحل مشاكل الناس دي، لان الناس دول مصريين وبنحتاجهم كتير جدا كبلد. هو ده الشعب، هو اصل البلد دي عباره عن شعب، فالشعب ده لو انت ما ترضاش وحاسس ان هو واخد حقه بالحياه الكريمه الطبيعيه اكيد هيبقى مش مبسوط. فاتمنى ان اي حد يعني ياخد بايد الناس دي، لان الناس دي يعني انا قلتها واحده واحده من تسلسل من اول التربيه، عندها 35 سنه بتربي يتامى 450 جنيه في الشهر حق المدافع، وبتشتغل عند حد هيجيب منين فلوس، والثانيه يعني شحنه كارت ربنا يعلم جايبه حقه منين، ويس على كده كتير. ده دول دخلوا بس على هوا عندنا كتير. اتمنى حد يكلمنا يكلمنا، انا برنامج كل يوم مع حضراتكم على الهوا. حد ثانيه واحده اصبري يا ستي بلا طايم اصبري، حد يكلمنا يقول يا اخوانا عندكم مشاكل ايه نجيب لكم ورق قد كده، عندي والله العظيم عندي ورق بارقام تليفونات بعناوين بمشاكل الدنيا كلها. حد يساعد الناس دي عشان الناس دي بقت اوف خلاص يعني كتير. تعال نطلع يا سيدي طاجن اللي في الفرن. بسم الله، طاجن اللي في الفرن السمان. ويعني عارفين لو حد جه في مره كلمني وقال الاكل اللي بتعمله ده كله يروح لحد، اقسم بالله كل يوم اعمله وابعته لحد حد محتاجه، اقسم بالله. اصل انا ببص للاكل دلوقتي ما شاء الله اكل كويس، وفي ناس ما عندهاش الاكل ده ومش هتطبخه. لو جهة بتكلمني او كلمتني على تلفزيون النهار وقالت يا شيف، او كلمت كل المطابخ اللي بتطلع على التلفزيون او كل الفنادق وخدت منهم الاكل اللي بيطلع كل يوم على الهواء او بيطلع في البرامج او بيبقى باقي بالفنادق او باقي من المطاعم وطلعته باعاده تشغيل اكل كويس او باكل فريش زي كده يروح للناس اليتامى في ملاجئ او الاطفال، اتمنى ان حد يعمل كده. وخدوا بالكم الحاجات دي ما هي موجوده، لو حد كلمني قسما بالله العظيم انا بقول على الهواء اهو لا هزود كل يوم اكل، يعني كل يوم بدل ما يفضل تبقى اتنين، بدل ما هو ريش تبقى خمسه عشره، بس رايحه المكان لان الناس محتاجه، بس مش اكتر من كده. يلا هشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده، حلقه مع حضراتكم ساعه ونص بكره ان شاء الله. بكره معانا اتنين منافسين
وشابين. في مفاجأة بكرة مع حضراتكم، هنشوف هما من الاثنين، والاثنين جايين بكرة يطبخوا. وكمان كالعادة الناس اللي بتيجي عندنا تطبخ اللي بيكسب بيبقى على الهواء مباشرة إن شاء الله بكرة الجايزة لحضراتكم، يعني هما متبرعين الجائزتين اللي ياخدوهم او اللي يكسب يعني ان شاء الله في الجائزتين هيبقوا متبرعين لحضرتكم. فبكره ان شاء الله اللي يكلمنا على الهوا ويطلب الجوائز دي ان شاء الله تروح لحد باب البيت عندك، ودي مقدمه من لقمه هنيه. وانا بحاول والله على قد ما اقدر، يعني عايزين نساعد اللي محتاج في اي شيء. حلقه جديده، السلام عليكم.